كيف الأوضاع دكتور؟ مو مبين لسه، بس العملية الحمد لله نجحت. وضع المريض لساته صعب كتير. يعني ما في شيء نساوي أكثر من هيك؟ والله ساوينا اللي بنقدر عليه، طلعنا من جسمه 3 رصاصات، والعملية كان صعبة كتير، أخذت وقت. خليهم يفوتوا على البيت. مشي محمود. تامر سكر النظام. ماشي. يلا روحوا سبقوني وانا جاي هلا. يلا. كأنه صار شيء للكاميرات، وقفت الصورة. هي اسمها رمية النقطة الحمراء.
ماشيين. لا تتركوا أي أثر بالبيت. والبنتين شو نعمل فيهم؟ عمران رح يتولى أمرهم. شوي الإشارة عمران. معناها قص رجل لنجاص إذا اضطريت. خلينا هلأ بأمر اللنجاصات اللي فوق لأنه تحولوا إلك. آخ وشو رح ساوي فيهم؟ ما صار أكلهم ممنوع. يلا عزات شيل معي هاد. وين بقى هالزلمة هاد؟ مليت من مسحه التقيل. فؤاد افتح الباب. فؤاد الله يخليك افتح الباب. فؤاد تركي قنطرجي عم احكي باسم مراد علمدار. تفضل عم اسمعك. شو الموضوع؟ فؤاد تامر تتر اوغلو. لوين نحن رايحين؟ رح نتعشى. حجزت طاولة لشخصين. شو عم تحكي انت؟ شلون فؤاد مو موجود؟ ما في حدا بالبيت كمان؟ الو فؤاد معك شي يا بولوت؟ لا ما لقوا بالبيت. أنا رايح لهنيك. لا ما ضاع. أخذوا مراد على مدار. شو؟ خدعة التلفزيون كانت منيحة. بهنيكن. شفت نفس الخدعة مرة بفيلم. استغربت كيف أنا انخدعت فيها. هلأ خلص الفيلم يا شباب. لو أنه القصة بتخص المصاري فينا نحكي. خد هدول خليهم معك بلكي بتلاقي حدا بترشي فيهم. ها وين رح تقابلهم؟ رح يتصلوا ويحددوا المكان. لكن رح ألحقهم. بولوت أكيد هني أخذين احتياطاتهم. ونحن كمان رح نساوي هذا الشيء. أنا بعرف كيف ألحقك.
الغلط غلطي. ما كان لازم اتركك لحالك. ما كان لازم دخلك بهيك شغلات. كل شيء له حسابه يا خال. اوعى تتركني لحالي. سيد تركي، لو سمحت من بعد إذنك تفضل اركاب معنا بالسيارة وخلي الشباب ينتظروا هون. خليكم أنتوا هون. الشيء اللي عم تساووه غلط كبير وتمنه كتير غالي يا سيد تركي. الزلمة اللي هجمته على بيته هو وريث داود تتر أغلو، هو ابنه. أنا وظيفتي بس إني وصلك للمكان المطلوب يا سيد يالجين. لف من عندك. لو سمحت بدنا نفتشك. ممكن تطالع الجرافي لو سمحت؟ موبايلك إذا بتريد.
وين بدك تروح مني؟ رح نلتقي يا مراد على مدار. صار لازم سكر لك عيوني. سكرهم سيد تركي، سكرهم. شو رح تساوي؟ رح نسجل. ما عندي شيء أقوله. شو رح تسجلوا؟ بلكي نحن عنا شيء حابين نقوله. رح ننزل. انتبه لرجلك. أيوة. خلونا نحل هاي المشكلة مع بعض قبل ما تكبر أكثر من هيك. نحن منفهم بعض أكثر. تأخرت. يلديز اعطيهم كل يلي بالدنيا وخلينا نروح. مليت من القعده هون. حاضر يا فؤاد بيك، رح نحل الموضوع. من هلأ ورايح أنا يلي رح أحكي. إجيتوا لتتفقوا معي بالتهديد وكملتوا الشغلة بابتزازكن لإلي، وكل هذا ما كفاكن؟ أذيتوا شخص من عيلتي، رميتوا برصاص وهدرتوا دمه. أنت اللي هدرت الدم، كسرت اللي أنفه. رسول عام، رح تاخذ هالسي دي للسيد داوود تترقغلو وراح تقله على لساني انه هو اللي اذاني وانا رح رد عليه واذيه. داوود تترقغلو بحياته كلها ما انأذى، وسبب عدم اذيته لهلا انه لسه ما تعرف علي انا. أنا
مراد على مدار، وبسبب كل نقطة دم هدرتوها من عيلتي رح اهدر دمكن. إذا مات خالي رح سلمكن هالشاب الحلو ميت، ولبين ما يخلص خالي من الأزمة رح يموت فؤاد كل يوم 100 موتة.